مرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم بريوات ولينام في نفس الوقت بحشوه واحده، وغادي نعمرهم بكفته ديال الدجاج. كنحتاجوا لهاد البريوات هادو، كنحتاجوا ليهم 250 غرام ديال الكفته او ربع الكفته، هنايا بصله وحده مشلطه كبيره، هنايا خيزوه محكوكه وحده، كذلك فلفله وحده مشلطه، هنايا قطعتها مربعات عفوا ولا شلطة يعني بحال بحال. هنايا عندي قزبر ومعدنوس كذلك مشلطين، هنايا زيتون مقطع، زيتون خضر مقطع، هنايا جوج فرماجات متلتين، توابل عند لابصار السودانية اللي ما بغاش سودانية يستغنى عليها، سكينجبير، تحميرة، كمون، ملح، كذلك صلصة الصوجة كتجي رائعة مع هاد الحشوة هادي، كتجي زوينة. هنايا عفوا زيت المائدة، هنايا عندي درتها في الماء سخون، شارية الصينية درتها في الماء سخون، كذلك صفيتها وقطعتها. طبعا ندوزو ان شاء الله باش نشحرو هاد البصلة، كذلك الكفتة، مهم هادشي كامل اللي عندنا ندوزو باش نشحرو ان شاء الله. كتشوفوا درت المقلاة سخون، ندير شوية الزيت، هنايا ندير البصلة، تتشحر لينا هاد البصلة هادي. مزيان ونرجع لكم ان شاء الله ما تشحرات لينا. ندير الفلفلة، كذلك خيزو، كتشوفو غادي نزيدو بعد ما تشحرات لينا، غادي نزيدو جوج فرماجات، شوفو نزيدو التوابل، كتشوفو قرب المعدنوس، هنايا حتى غطيب لينا هاد الكفتة هادي، عاد باش ملي غنطفيو عليها غادي نزيدو الشعرية الصينية وغادي نزيدو كذلك الزيتون. صافي هادشي اللي كاين، نتلاقاو ان شاء الله بعد ما تبرد لينا الحشوة نعمرو لينام وكذلك البريوات. دات لينا الحشوة ديالنا كيف كتشوفو، أنا هنايا درت واحد شوية د الماء والطحين باش غادي نسدو هاد البريوات هادو وكذلك لينام. نسيت ما ذكرت ليكم هنايا ورقة البسطيلة، بطبيعة الحال راه البريوات يحتاجو ورقة البسطيلة اللي كنت حضرت معاكم من قبل، غتلقاوها في القناة. هنايا زدت هنايا واحد صلصة الصوجة، واحد المعلقة كبيرة ديال صلصة الصوجة، المهم نسيت ما ذكرتها لكم فاش كنت كندير التوابل قبيلة باش نذكركم.
هنايا غادي ندخلهم انا الفران، بغيتو تقليوهم قليوهم ماشي مشكل. دهنت بواحد شويه ديال الزيت طاوة هادي، ودابا غادي نبداو على بركة الله. نهزو الورقة على هاد الشكل هذا، غندير واحد شويه د الحشوة عفوا، ندور لكم باش تزيدو تستافدو اكثر. ساهلين، ماخدوش شي وقت كتير ولا هنايا لينيم، ديروهم اجيب حتى لهاد الطرف هذا، ناخدو واحد شويه بالشكل هذا، عفوا كيجيو بهاد الشكل. حط واحد ورقة أخرى باش ندير فيها هكا بريوات، هكدا الشكل، غير واحد شوية. غادي نشدو هاد الطرف، لاحظو معايا، أنا غادي نقرب ليكم باش تشوفو أكتر. هانتوما هاد الشكل هذا وهاد الشكل كنكونو بريوة. الا بقاو لينا الطريفات هكا كنديروهم فهاد الجنيب هذا صافي، كنكونو حصلنا على بريوة بهاد الشكل هذا. نعاود معاكم فيها بس واحدة اخرى. طل كيبان ليكم نديرو في الاول هكا هادو لينين، جيبو هاد الطرف هذا حطو معايا كلويو على هاد الشكل. غادي نسقو بواحد شويه ديال الماء والطحين بلا ما نديرو البيض بهاد الشكل هذا. شوفوا نعود معاكم بريوة، هادي راه زوج شي وحدة على هاد الشكل هذا. شوية الحشوة نديرو، نقصو واحد شوية، نديرو هاد الطرف هذا وهاد الطرف هذا بالشكل هذا، وتن نويو على هاد الشكل هذا. و الى بقى لينا طريف تن سقو بالحشوة هاد الشكل هذا، و تنكونو حصلنا على بريوة هاد الشكل صافي. انا غادي نكمل هاد البريوات وكذلك لينيم اللي بقاو عندي، غادي ندخلهم للفران يكون مسخن واحد شوية صافي، يتحمروا لينا هكا يولي لينا لون هكا ذهبي، ونخرجوهم ان شاء الله ونطلقوا مع الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا ولي سيكا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين ولدات حتى في المذاق. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.